مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلونا دلوقتي نتكلم عن ما يحدث في جامعة الإسكندرية تحديداً، وتحديداً كلية الحقوق، لأن فريق طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فاز بالمركز الثاني في مسابقة المحكمة السورية العربية، يعني اللي أقيمت هذه النسخة في دولة الكويت الشقيقة في نسختها التاسعة، وشارك فيها 23 جامعة من 13 دولة عربية. طول عمرنا عندنا كفاءات وعندنا كوادر، والعقل المصري لا يعلى عليه. تصفيات كتير حصلت في الفترة اللي فاتت عشان توصل للمحكمة السورية العربية، اللي هي عبارة عن مسابقة علمية قانونية بتجمع طلبة الكليات القانونية في الوطن العربي سنويا، وده للتنافس العلمي حوالين القضايا القانونية، وكمان عشان تدرب الطلبة على كيفية كتابة المذكرات القانونية، وكمان ازاي يترفعوا قدام لجنة المحكمين. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور محمد حسن كفافي، مدرس مساعد بكلية الحقوق بالإسكندرية ومدرب الفريق. صباح الخير عليك. صباح النور زميلنا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور أحمد. صباح النور يعني على كل السادة المشاهدين. ألف ألف مبروك الحصول على مركز متقدم في المسابقة، وعاوزين نعرف بقى من حضرتك يعني توضح حضرتك لنا طبيعة المسابقة والمنافسة كان شكلها عامل إزاي في النسخة التاسعة. والله المسابقة دي من ضمن مسابقات سورية كتير بتشترك فيها جامعة اسكندرية، ودي المسابقات السورية بقى لها فترة منتشرة سواء على مستوى الوطن العربي أو على المستوى المحلي. في مسابقات عندنا على المستوى المحلي المحكمات السورية. دكتور محمد بس هنا الأول توضيح، سورية بمعنى إن هي زي محاكاة للواقع. هي بتبقى محاكاة للمحكمة للمحاكم العادية باختلاف درجاتها، يعني ممكن نلاقي محكمة سورية بتمثل هيئة المحكمة فيها محكمة مصرية، أو بتحاكي مثلا اللي احنا كنا فيها دي، كنا بنترافع وبنقدم المذكرات القانونية كأننا بنترافع أمام محكمة العدل الدولية. ممكن نلاقي أمام قضاء دولي زي المحكمة الجنائية الدولية. على حسب كل قضية بيبقى ليها ظروفها بيتم تحديد هيئة المحكمة فيها. فالمسابقة دي احنا كنا بنترافع وبنقدم المذكرات، والطلبة كانت بتقدم الشغل كأنك بتقدم قدام محكمة العدل الدولية تبع منظمة الأمم المتحدة. مزبوط. فكنت بتلتزم بالقواعد اللي بيتم تحكم الواقع العمل بشكل المرافعات هناك، هو اللي ينفع تقدمها قدام محكمة العدل الدولية. طيب احنا عارفين ان كل سنة النسخة بتختلف عن النسخة اللي قبلها. المحكمة السورية ابتدت 1433 هجريا، احنا في 1444. اعتقد ان على مدار 10 سنين الوضع اختلف تماما عن النسخة الاولى. اكيد انتم متابعين ايه اللي حصل، واكيد انتم متابعين ايه الاختلاف. هل دي المرة الاولى اللي بنشارك فيها بفريق مصري؟ لا، احنا بالنسبه لجامعه اسكندريه احنا شاركنا اكتر من مره. شاركنا مره في 2014، مره في 2019، مره في 2021 اونلاين، ودي تقريبا المره الرابعه في 2023 في النسخه التاسعه. وحصلنا على مراكز قبل كده. في 2019 خدنا احسن مذكره مدعي عليه تقريبا. في 2021 وصلنا للمركز الرابع واحسن خدنا جائزه احسن مذكره. السنه دي الحمد لله كان اول مره يعني نحقق مركز متقدم، حققنا المركز الثاني. ما شاء الله. طيب ما شاء الله. دكتور محمد، يمكن المرافعات امر ليس بالهين، ولابد ان يكون ليه استعدادات، فما بال حضرتك يعني اللي انا اعرفه ان طالب كليه الحقوق علشان يبتدي يترافع يعني بيخضع الاول في تدريب في مكتب محاماه وغيرها من تفاصيل لابد ان تحدث. لكن استعدادات المسابقه بقى، هل برضو نفس القصه كان في قبلها استعدادات بفتره زي تدريب وليكن للطلبه اولا، ولا يعني نظمتم عملية الاستعداد لهذه المسابقة ازاي؟ هقول لسعادتك، احنا بدأ تقريبا الاستعداد للمسابقة في شهر 10 اللي فات. تمام. عظيم. تم اختياري لتدريب الفريق وتكوين الفريق، يعني المرحلتين بيبقوا مع بعض. نعم. تمام. وانا شايف كانت من طبعا من اصعب المراحل هي الاعداد الفريق، اختيار الفريق. تمام. اختيار الفريق، لان احنا طبعا انت عايز يعني الفريق كان مكون من اربع افراد، انت ملتزم بان انت اربع افراد، واحنا عندنا الكليه طبعا اعداد كبيره جدا، فانت عشان يعني تنتقي اربعه اللي هم صفوه الصفوه زي ما بيتقال بالظبط. فاحنا الخطوات اللي هحكي لحضرتك سريعا كده، الخطوات اللي احنا قمنا بيها، بدانا الاول ان احنا نزلنا اعلان على مواقع كليه مختلفه ومواقع التواصل الاجتماعي بالمسابقه وبشروط التقدم ليها، وحطينا المعايير مستقاه من المعايير اللي حددتها المسابقه. يعني المسابقه لو محدده معيار 1 2 3 4 احنا ممكن نكون زودنا معيار 5. تمام. يعني عملنا المعايير مستقاه من المعايير اللي حددتها اداره المسابقه مبدئيا. نعم. تمام. جالنا في نموذج التسجيل اللي نزل على النت حوالي 120 طلب بالتقديم،
من الطلبه، وده عدد كويس جدا كبير. بالنسبه لنا. صحيح. بدانا نصفي عن طريق بعض الاسئله اللي موجوده في الفورم ده، الى وصلنا تقريبا لحوالي 60 او 70 فرد. تمام. بدانا نعمل لهم مقابلات شخصيه نتكلم عنهم، عن نشوف. معلش انا هوقف حضرتك لحظه بس، يعني الطلبه اللي كانوا موجودين هم طلبه الفرق الاربعه ولا السنه الرابعه ولا ايضا منهم طلبه الدراسات العليا؟ لا يا فندم، احنا فتحناها السنه دي لثالثه ورابعه والدراسات العليا. ثالثه ورابعه والدراسات العليا، يعني دي من ضمن المعايير الاختيار، ان احنا فضلنا ان احنا تكون ثالثه او رابعه. تمام. او الدراسات العليا، لما ان دول بيبقوا ليهم فتره كبيره نسبيا في القانون. صحيح. تمام. على عكس طلبه فرقه اولى وثانيه ممكن خبرتهم ده هي خبرته اقل في القانون. بالظبط. جالنا يا فندم، وصلنا في مرحله التصفيات اللي هي المقابلات الشخصيه، عملنا انترفيو لحوالي 60 شخص. تمام. من الطلبه اللي تقدموا صفينا منهم لحوالي 20 طالب. تمام. بدانا ان احنا نطلب من ال 20 دول ندخلهم جوه الكليه محاكمات سوريه قصاد بعض، كاننا احنا هيئه المحكمه، وندخل الطلبه دي قصاد بعض في محاكمات سوريه، ونطلب منهم يقدموا مذكرات قانونيه. ومن خلال المرحله دي قدرنا ان احنا نوصل لاربع طلاب اللي هم كونوا الفريق الاساسي. وحاولنا طبعا، احنا كنا ملتزمين ان احنا ما نقدرش نختار غير اربع طلاب دول اللي هيسافروا واللي هيشاركوا في المسابقه. تمام. واحنا عايزين مع ذلك الفايده تعم اكتر من كده، فحاولنا ندخل اثنين طلبه او ثلاثه يكونوا هم احتياطي معانا، او مش احتياطي، هم بيشاركوا بالتدريب بصفه وديه هنا في الجامعه بشكل تطوعي. يستفادوا، ممكن ناهلهم ان هم يشاركوا بعد كده في النسخ الجايه. تمام. انما الفريق الاساسي كان مكون من اربع طلاب. اكيد. طيب، كل سنه بيبقى فيه عدد معين من الكلمات، ده القانون يعني بيقول كده، المذكره بتتقدم بعدد معين من الكلمات. السنه دي كان الوضع مختلف، ولاهميه القضيه اللي تم الترافع فيها وصل عدد الكلمات من 6000 ل7 كلمات سنه كلمه في المذكره كاستثناء. عايزه اعرف ايه القضيه اللي انتم كنتم بتطرحوها وبتترافعوا عنها؟ يا فندم، هي القضيه كانت، هي بتبقى القضيه كانت مستوحاه من قضيه موجوده قبل كده، وهي مشكلة التفجيرات النووية اللي كانت قامت بها فرنسا على أرض الجزائر. تمام. وهي قضية عرضت بالفعل أو تعرض بالفعل أمام محكمة العدل الدولية، فهي كانت مستقاة من أحداثها، يعني أي حد يقراها هياخد باله إن هي مستقاة من أحداث القضية دي ومن وقائع القضية دي، ولكن بدون طبعا ذكر اسم فرنسا أو اسم الجزائر أو إلى آخره. هي كانت تم الإشارة إلى دولة مجرية التجارب، إلى دولة دمار، والدولة التي أجري عليها التجارب إلى دولة عمار. وبدأنا، وبيبقى في القضية بقى يعني مشكلات قانونية أو معادلات قانونية كتيرة، فدي بقى بنبدأ نبحثها على حدة وندور لها على أحكام محاكم سابقة أو قواعد في القانون الدولي، ونبدأ على هذا الأساس نحضر المذكرات ونحضر المرافعات على هذا الأساس. أكيد. طيب، يعني أعتقد مجهود كبير قمتم بيه. دكتور محمد حسن كفافي، مدرس المساعد بكلية الحقوق بالإسكندرية، كفيتم ووفيتم في المجهود. شكرا ليك ولفريقك اللي كان النهاردة موجود معاك، واللي قدموا حاجة محترمة جدا، وفعلا قدرتم أنكم تفوزوا بالمسابقة. أنا بشكرك طبعا يا دكتور محمد كل الشكر، وبالتأكيد كمان يعني عجبني فكرة اللي انت ضفته اتنين احتياطي للفريق، فكرة بقى نقل الخبرات وتراكم الخبرات. خلاص سنة ثالثة ورابعة الطلبة دول كمان سنة هيخرجوا، طب ازاي اللي احنا نحفز الطلبة الجدد علشان يكونوا مؤهلين لخوض المسابقة؟ وهو ده يمكن فعلا اللي بيميز يعني المصري تحديدا في فنون الإدارة. على أي حال طبعا بنشكر دكتور محمد، وبنشكر طبعا كل القائمين على إدارة، يعني سواء كان عميد الكلية في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وكل القائمين على المنظومة التعليمية في جامعة الإسكندرية.